than you. So maybe now you'll stop bullying everyone. حبيب. You work for me now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من البيت الجديد ومن غرفتي الجديدة. أتمنى أنها تكون بداية خير إن شاء الله وبداية توفيق. عندي سالفتين ودي أتكلم عليهم، اللي وده يطوف يقدم إلى هذه الدقيقة. طبعا هذه الغرفة الجديدة مثل ما قلت يا أخوان، وستب بإذن الله راح أرويكم إياها مجرد ما أنتهي منه. مثل ما تشوفون فيه عازل صوت باين طرفه هناك، لكن الوقت ما مداني ولا أسعفني أني أركب عوازل الصوت اللي شاريها. غير كذا فيه كنبة كذا مخربة علي الدنيا، لكن إن شاء الله أني أرتب الأوضاع. بالنسبة للبيت الجديد، ممكن ما في أحد لاحظ منكم أني انتقلت ولا شيء، لأني قدمت أو سبقت حلقتين قدام في الوقت اللي راح أنشغل فيه. تعرفون نقل بيت إلى بيت موضوع أبدا مو بسهل. الحمد لله أني قدرت أخلص أموري كلها وأركب البي سي، وإن شاء الله أني ما أواجه أي مشكلة في التصوير. بالنسبة للإضاءة، تعرفون اللي راح يتعلم كم المقطع فيديو كذا عن الإضاءة، خل إضاءة قوية هنا وإضاءة خفيفة في اللايت من هناك. حبيت أتفنتك تفلسف شوية، بس هذا اللي طلع معي، فرجاء لا أحد يلومني، وإن شاء الله القادم يكون أحسن وأحسن. يعني تصبروا علي كذا، كل يومين بتشوفوني مغير شيء في السيتب، والله يسر الأمور. فيوه يا بولي، والله يا أني مشتاق الربع. رجع خشت كناك طبعا. وش نسوي عند ال... لا إله إلا الله، أنا مخزن هنا آخر مرة. والله يا شباب أني ناسي، والله أني ناسي يا ولد الحين. طيب كذا الوضع إن شاء الله أنه يكون كويس. بعض الأحيان يطلع كلام هنا، فخلوني كذا رامي فوق. داخلين على كلاس آرت. سلامات يا شباب، والله الكنبة هذه لازم نشلها بسرعة وقت. آرت كم هذا يا هو؟ تحديات من بداية شو اسمه يا رب. الحمد لله على وشك. يا سلام، لا تحسبوني ناس اللعبة. ايوه كمل هناك. هذا ايش يسوي فرفر هنا؟ يا سلام يا سلام، يلا بداية خير، يلا بداية خير. السيت اب الجديد اقول لكم يا شباب بركة. اخرتها هذه مبطوحة على الكنب. وخلصنا كلاسات الارت يا شباب. والله ما ادري ليش مسيب كذا انا عند هذا، لازم ارفع الكام شوي عشان تشوفونها مضبوط. شو شو عينكم على هذا، شو شو، وربي تتحرش يا ربي. معجبه بس ما وده انها تعترف. شو شو شوف شوف شوف. Well done Jimmy, you've completed all your assignments. ايه تقولنا خلصنا، اذا ودك ترجع. طبعا ما ودنا نرجع، مشكورين. طبعا من الكومنتات واضح انه في ناس حبوا هذا الكلاس، فللاسف ما راح تشوفون من هذا الكلاس انيمور. يعني خلاص اكتفينا. يوه يا بولي، يوه يا المدرسه، لي يومين مغيب عنها يا شباب. انتم بالنسبه لكم شفتوا الحلقه قبل امس، لكن انا كنت مصورها من قبل فتره بحيث اني افضي نفسي. مثل ما قلت لكم موضوع النقل. دقيقة يا اخوي، انا لحس مخي الحين صبح ولا ليل؟ الساعة 12 اوكي، يعني باقي لنا كلاس بعد الظهر اللي هو الساعة 1. هلا براسل، هلا هلا هلا، والله لك وحشة يا اخي. تبي فلوس؟ خذ فلوس، خذ فلوس، تفضل تفضل يا راسل. اذا ما اعطيناك من يعطيك يا راسل؟ تعال تعال، شوف هذا يا راسل، ادري ان اخويك لابس نفسك، بس ابيك شوي راسل. شوف يوم اضرب اخوياه يصير ما يضرب. ايوه كذا نظامك. اما على البنات يا راسل، لا يا راسل لا، هذا اوه شوف ضربني. يا سلام على المشرفين، والله هذا المشرفين ولا بلاش يا رب. امسح بوجه الارض. ايوه سبحان الله، تزحلق من الكتاب شوي يا شباب على طول. ايه تعلمت تعلمت. عندنا كلاس يا شباب الظاهر انه جيم. اي أيوة والله جيم 4 من اجمل كلاسات الجيم. الحلو في الموضوع انه كل شوي يتغير كلاس الجيم. مثلا في البدايه ما ادري وش كان الضرابه، بعدين شويه لعبنا زي كره الطايره شفتوها، بعدين رجعنا ما ادري ضرابه، يعني في تغيير. اما كلاس الارت مثل ما شفتوا اغلبه ايوه شكله لعب مش طايره يا اخي، ما ادري وش اسمها، الكره الامريكيه الظاهر لها اسم شيء زي كذا. المهم نروح نبدل ونشوف وش عندنا. طبعا المدرب بيعطينا مقدمة. ايوه دوج بول، اسمها دوج بول. يا حبي لاصواتكم وانتم تبكون على بداية الصبح. طبعا الدب الحين محصور يبي الحمام صح؟ لا لا هالمرة سبق له سبق له. I want everyone to give their best. ابشر. حلو
ان شاء الله اني ما بناسي الازرار. اذكر انها اول شيء هذا تحديد. اوكي اكسيرمي ايوه، واحد طلع من فريقنا وثاني واحد طلع. اوكي دج دايره. اوكي الكره عندنا. لا رميتها على طول، المفروض اني حلو الكره ما زالت عندنا. الفكره يا شباب اللي ينصقه يصير يطلع برا ويلاحق في الكوره ويعطي اخوياه اللي داخل. حلو مربع يعطي اخويه، ترى انا ضغط مربع بغيت اعطي اخويه بس نط فازوا علينا. يلا هلا ما عليه لا دايره نط واكس. يا سلام دايره واكس، سريع مربع هنا اعطي اخويك، مربع هناك هوش له كذا، رجع الكره مع الدب. يا سلام يرد حقه الدب، كفو. المهم يا شباب ما شفتوا شيء، تونا نقول سيت اب جديد و اقول اذلفي بس اذلفي ودعت. اقسم بالله اني متحمس، جاي سيت اب جديد وبركه ومدري ايش. تعال الان تعال، خربيت هلثة اللي ما يطيح. تعال اشتقت الحركة انا. لا في حركة ثالثة. الثالثة انت داخل. خلاص السلام عليكم، ما حد شاف حد. اوه تشجع هذه. خلاص يا اخي عندي كلاس، عندي مشن، جيتكم واحد جيتوني جماعة. اي يخربيتها بالكرة، خير ربي بالكرة اللي جبتها. اذرف تعال خلنا نشوف السيكل. تعال صح، اشكر اللي كتب لي كومنت قال لي الشوب فور بيجيك سيكل رهيب سريع، فلا تنجح بش اسمه الشوب فايف اللي هو الكلاس الخامس من سلسلة كلاسات الشوب. ليه؟ لانه كل مرة يستبدلون في القراج حقك السيكل الاخير اللي استلمته، فان شاء الله اني ما راح انسى هذه المعلومة. واشكرك والله اشكرك على هذه النصيحة الجميلة. كان عندنا مشن في المدرسة، يلا بما اني حركت يا الربع بكمل الطريق الى المشن اللي موجود هنا، انا عيني على الاحمر. بنخلص هذا المشنين ونرجع لها، الظاهر عند المدير. بالنسبة للنظارات هذه اللي موجودة يا الربع، يا ريت اللي يعرف بعد ما اجمعها كلها وش الفائدة، والله انها كثرة. اما بالنسبة للكؤوس هذه اللي تشوفونها ثلاث، مجرد سباقات ما لها ولا عليها. شو بهوش للدورية. لا والله كان القصد، ذكرني ب بجراند، في واحد جاء صدمني وكان يقول لي والله كان القصد مدري ايش. بإذن الله اذا حصلت اللقطة راح اجيبكم اياها، والله رهيبة. مساكين على نياتهم وانا مسوي شرطي متشدد. وين يمر؟ والله بالغلط، والله العظيم، والله اني جديد على الماوس كيبورد. كيف الحال؟ اللي ما شاف المقطع والله ما هو بترويج، لكن اقسم بالله ان الشباب هذا اللي قابلتهم ضحك. عندي مشن يا اخي اعوذ بالله يا ربي، برجع بيتنا القديم. ايش المركز الشرطة السامج هذا؟ هذا المشن الاحمر بنخليه بنخلص النجوم شو اسمه العادية، لان خوفي انها تروح علينا النجوم الصفراء. بلوسك لولا ريس، يا ليل ام لولا، تذكرونها يا الربع؟ هذه اللي طيرت عقل المدرسة في الحلقة الماضية، مجننت ابوهم تقول ما في بنت ثانية. ها وصلنا لجوني. من جوني هذا؟ جوني هذا اللي انتقمنا له، رئيس عصابة الجاكيتات السود. انا وش اسوي هنا يا ابن ال اوه بسبب الصح حاطين الجدران. شوف الجدار اللي ورا هناك يا الربع، بعصير البرتقال هذا اقسم بالله ودي اني هفة. اوف خرب بيت القش، عينك هذا يوم تروح تتسابق مع رئيس العصابة يجون كلهم بس يسوون له كفر، يخرب بيتكم وخر ايش الغش يا الربع. وين رسل ايه يا رسل الايام، وانت بالسيكل جنبي ابو الغش يا شيخ. ايش كان اللي ايوه طيح وخر، حتى هو يطيح يخرب يا الربع، حتى هو طايح يا اخي. جاي انا مهدي الاعصاب وروقان وفله، الحين ايش الهدف يعني؟ تقول شو اسمه ابغاكم تتسابقون، يعني الحين لو فزت في السباق يا الربع. اما في قطارات، هذه مو قطارات حق الشحن، ايش قلبنا لعبه شو اسمها حقت الايباد هذه. والله اني منتظر الشوب فور المشكله ان الشوب يا اخي صعب، والله يا الربع انها اصعب من اللي تشوفونه.
أيوة شوف يخرب علي الكاميرا كذا، يخربون علي بأي طريقة اللعبة. الحين بيجيني كراش، أنا أدري لو فزت بالسباق إيش اللي يضرب لاعبي، صاير مو يضرب. أوه أما طيح شجرة علي، أخوياها قاطعين شجرة وينزلونها علي، والله كذا كثير. اختصر اختصر، أنت ما عليك أي علامات صفر تشلها. إيش الاختصارات الكذبية هذه؟ أوه سباق خلص، أحلى تفحيطة. إيش المكافأة؟ بوسة؟ تعذر بسيكلة. المكافأة سريع. والله من جد ربي كنت أمزح يا رب قدام خويها، ربي لعبة خراب. خير الشرطي يبغى منا مشن. ابشر يا الربع، يقول لي فيه شو اسمه، يخرب بيتك قدام الشرطي يا ابن الله. ايش المشن يا شباب، المشن يا شباب يبغاني اصور الناس اللي يكتبون في الجدران، ما يدري اني انا اللي انا بنفسي اللي كاتب. والمشن حق المدرسه اختفى يا الربع في الليل، ما في الا النومه. بما ان جينا السكر خلنا نبدل يا ربع. اذا لبست الازرق هذا الحين، القروب الازرق هذا لك بيحارشوني اللي كل ما اطلع من كلاس الجيم. خلنا بنجرب، والله ناسي السروال اللي يلبسونه الظاهر نهاف. ايه خلنا كذا رسميين. ريسنج هات هذا كاب جديد اعطوني اياه يوم فزت الظاهر، بنستغل الوقت. يصير ايش، اول شي بروح بجيب السيكل معي بحيث ان نجهزه عند الجامعة او المدرسة، وش اسمه نصير نخلص يعني امورنا فيه. يا راس الوخر والله سريع يا اخ، ما هو بشين. اعطى النقزة النقزة النقزة، سلامي. خلنا نروح نشيك مع الجماعة الحلوين هذا. شوف هذا، لا والله واضح انه ما فات. اذلف يا اخي اذلف، لبست تكفى يا بحراتك. ايش من كلاس عندنا؟ بيولوجي. اوه تشريح، يلا تتغدى. معليش ما يمديني ادخل بالسيكل، والله لي زرفه. ما حد يزرفه في ها توين سيكل الجيك، راح سلك خلك بعيد. الله يستر، اول مره شرحنا ضفدع، المره الثانيه ارنب، الكلاس الثالث وشو؟ تكفى لا. سمكه اوكي بسيطه هربت. اللي يتغدى سمك بيفلها، عليش نثبتها يعني بتطير يعني. واللي يتغدى دجاج ان شاء الله انا بنطالب نشرح الدجاج. ابشر يقول خذ وقتك في التشريح، يعني التشريح هذا فن. خبيتك انت وفنك يا شيخ. وين المشن اللي عندنا في المدرسة يا اخي، مدينة خلصه؟ ايش المدير مش موجود اليوم ولا كيف؟ اوه والله بالغلط يا اخي، ما شفتها، ما تبين قصيرة مسكينة. هذا من وين طلع لنا المشن الجديد؟ كان الظاهر هذا اللي في المدرسة ما ينفتح معنا الا بعد الظهر. ايهيه المدينة كلها تدور علي. دخل دخل دخل، ما عندنا الا هذا هو خويته تحت الجسر. اوه قلب الصغير ما يتحمل. خربيتك يا اهبل. المشن يا شباب كالتالي، تقول انها اتزعلت مع الظاهر شو اسمه، ما ادري تزعلت مع مين، المهم انها تبي تسترجع اغراضها. الحين بنشوف وين اغراضها موجوده وتزعلت مع مين. فطبعا جميع على طول قالت لها في مكافاه طيبه، قالها ابشري ابشري بالعون. الكلاس الكلاس يا جميع، خلك من السربته. ميوزك 3، اوه بنت الذين اللي تبي ترسبني الحلقه الماضيه. ايوه وش ذا المكان، ندخل من الشباك. دقيقه خلينا نجمع اللي نشوفه قدامنا. ايوه سنيكي بيكي هذا الظاهر. اوه سكن شو اسمه ذا يا اخوي، بس نجيب شويه اغراض. غرفه ثانيه ظاهر. لولا ادرس بوك كانت عايشه هنا. اوكي والله لا دوختكم مثل ما دوختوني بالسياكل.
هذا الظاهر انه لازم ايش نكسر الله العالم. اوه صقع اخوي. اوه واو وربي رهيبه هذه. شكرا للشايب والله شكرا. فايند ا واي تو نوك داون ذا وولز. اوكي حصلنا غرض ثاني. لبستك حمر. تعال 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 انت خلنا افتك منهم. حركة المسكة هذه يا شباب برضو جاني كومنت اشكركم عليه انه يقولون لي هذاك النشبة ممكن انك تفتك منه عن طريق اللي يجينا في المدرسة كل شوي عنده مجن انك تمسك الطلاب وتدخلهم تسحبهم الى هذا. فوالله ما استوعبت الا بعد ما قريت الكومنت. راح ان شاء الله لو نشب لنا خلص المجن حقه. اوكي كذا خلصنا. كيف كذا في شغلتين تحت. وات اوكي لازم نقتله عشان ناخذ. ايوه عشان ناخذ المطرقه. يبين لي ان المطرقه هذه اللي تكسر. حلو خربيتها بس ما كسر المطرقه كسر براسي. نورتون البوس نورتون يا كوماندر نيل وش جابك انت يا ليل. هذا لازم المدى الطويل يا شباب اسلحة المدى الطويل. كنت بتفلسف اجي افنشه بس ما نفع معه. خلاص خلاص بالله طرق راسه ما تقدر. اذا هذا المخبأ السري حق العصابة هذه. لولا كيز مفاتحها في مكان واغراض ثانية في مكان. يجي من هنا يا سلام. والله ودي اصفق واحد فيه. لا شل الهمر تكفى شل الهمر. لا يا اخي لازم اضغط مثلث والمثلث يرمي لهذا. ارجع الاغراض لازم استعراض اكيد. لا حط لها اياه في باكج واحد بعد. حذف لها اياه. هات فلوس بس. تقول سرقت ال اوه سيكل يطير لحاله. هذا زارف سيكل. ام ستارتنج ايش كمان. اي ونت يو تو هيلب مي. اخوي توكل على الله عندك ناس. سيكل وين طار يا الربع وش سالفته من المدينه هذا ما عندهم سياكل. يا الدب تعال تعال يا الدب تعال تعال يا الدب. اوه الحين فايلنس. الحين فايلنس عجوز طبعا عجب هالوضع. اخر اوه علينا. وش سالفة اليوم ادعم خلق الله. ادعموني بس. انزل انزل تكفى ادخل. لا ادخل معي الكلاس بعد. احلى سيف سريع. رايح الكلاس. والله باقي ربع ساعة. كويس لحقنا. النشيد الوطني يا شباب. غابني يا اخي المشن اللي كان في المدرسة والله. كيف يروح؟ ليه ثاني يوم بعد الكلاسات ما هو موجود؟ معني ما خلصت المشن الرئيسي وهذا اللي كنت خايف منه. يا ليل المشن اللي تحت الجسر. يا وسخ يا وسخ. لا تستقوي على الضعاف. اجلده اجلده. وش تسوي اجلده؟ يا اخي ساعد خلق الله. ادلف بس انت. والله كنت محترمكم في بداية السلسلة. شل شل السيكل شل السيكل خلاص. يا رب نفتك من المشنات هذه اذتني اقسم بالله يا رب. هيرو في مشنات كثر كثر منها. اوه في حرب عصابات. Because of me مستانسة بسببها. طيب حرب عصابات وانا وش دخلني من جد. انا العصابة انا الحكومة. وهذا حرب. Look around for peanut. حرب عصابات ايش دخلني يا طيب. انا متفرج متفرج متفرج. اجلدوه بالله اجلدوه. اوه ثلاث عصابات كلهم جمعوا هنا ازرق واسود و... اوف يا رمي. انا بصور بوثق يا اخي بوثق. الله يخرب بيتك. اذلف يا اخي اذلف. والله ما في شرطة ولا في اي شيء. اوه يا ليتني لقط الضربة. اوه ضربة تكفى. ايوه كذا وانت ماسكه وهذاك يتألم في الخلفية.
وربي لا 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 لا, لا. كذا كثير والله كذا كثير, بس يمديني اجيب لقطة افضل منها. ايوه كذا اجلس وربي مدرسة الفوتوغرافي هذه المفروض. اوه راندي اورتن يمسك وها والله يا ان جلدوه, بس ما شاء الله عليه صراحة فيه همة. السلام عليكم. اوه كيف كذا ردها فيهم. انتقم صراحة الدب هذا دقلة تحية. وربي يا جلدوه وين راح؟ اوه انخبز هناك. لا والله خبز له واحد ما شاء الله ما انت بهين. عشان تعرفون يا شباب ان الدببة فيهم هبة. اوه لا والله انصفق. اوف وش العلة ذا اللي طلع له من وين؟ شوف طوله يا رجال. افا ودع ودع صاحبنا يا رب ودع. من اللي ينتصر من العصابات وكوننا؟ انا ايش مطلوب مني اصلا؟ اوه في وقت انا جالس اوثق استغفر الله العظيم. اما نص الوقت باقي لي. دونت ليت بينت اوي. لازم ما يشرد علينا لازم ما يشرد علينا. سيكل 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 تكفى تكفى. وش دخلنا في بنت من هذا بنت؟ اوه الحين دورية صح تعال صبر صح انزل. اوكي ما حد هرب. اوكي الحمد لله الوقت كافي. اخذ راحتي معكم. اوه يضربة اللي طيح ثلاث هذه اللي كان يبالها صورة. ربي هلثي ودع شوي ويودع. اظن بيبسي. الحين حرب عصابات وانا جالس اوثق هناك. انت صرع على العصابات كلهم ها. كفو يا ابن يا ابو هوبكن. تعال You get it on with that harlot who I love. I'm gonna destroy you. أهم شيء ساعدناه في البداية بعدين أخذنا البنت. No big deal. We can all be friends. You're done, kid. Finished. مستعين فيني. لا لا لا. You learn to keep hands off my girl. Okay. زعلان الحين. توه صح صح. أن هذيك خويته ويوم فزت في السباق صار اللي صار. اوه دوري الحين صح صح النحشه. ربي حرب عصابات ما عرفتك. اوكي الحين ضيع الشرطه حاطين لي اياهم 4 نجوم مدري 3 نجوم اللي هو اقصى شيء ونضيعهم. فاقول لكم الغبنه يا شباب انه مستعين فيني اروح اصور واوثق انها تخونه مع واحد ثاني وبعدين رجعت سديتهم مع بعض وخلاص شويه كذا. اوف ايش الحركه الوسخه هذه. كويس ان عديت البوابة وصقعت فيها. خوينا هذا وش سوي معاهم؟ يقول لي ساعدني اجيب الكرين. دقيقة دقيقة دقيقة, دقيقة. لا حرب عصابات كلهم. طيب واحد ساعدني. راسل وينك يا راسل؟ دوختني. هذا زي الكراب اللي في ستراند ديب لازم تم وراه ما يقدر يلف. حصلت لي جلتش يا شباب كيف تتغلب على البوس جوني. تحسبون يمزح صح بحطه عنوان المقطع. اي مشاهده نحرب اللعبة. اي شوف يوم تقدم عليه يصير ينكسر جلتش. شوف هلثي الحمد لله. تكفى اسرع سيف. من عمك؟ من عمك؟ او انها خلاص خذها. الله عليك. حبيب you work for me. والله كبير يا جيمي وربي كل ما تكبر في عيني. تكفى لا الحمد لله فزعت. I've just taken control of two of the school's worst cliques, but I know there are bigger problems just around the corner.
problems with overdeveloped pituitary glands and brains the size of peas. رجع رجع الربيع ما ادري وش اسمه. والله اني خفت انه شو اسمه كرشه اللعبه. هذا وش كان يسوي؟ ينطنط هناك ويصفق. يا سلام رجعت الحياه الطبيعيه يا شباب. تغيير جو شتاء رجعنا صيف. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم يا شباب. لا تنسون اللايك ورايكم في الكومنت. اشكر من تسمين القناه وشكر موصول كل من دعمني بلايك كومنت وشير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.